السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ بسرد قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أود أن أخبركم ببعض المعلومات التي يجب علينا معرفتها من خلال ذكرنا للسيرة النبوية الشريفة. خمس أسماء من نسب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم حفظها: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. أعيد: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. يعتبر عبد مناف بن قصي الجد الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابنه عمرو بن عبد مناف رجلا كريما وغنيا. وفي يوم من الأيام حدث في عصره أن نزل القحط بالناس فلم يجدوا ما يأكلون، فأخرج لهم ما في بيته من طعام وأخذ يهشم الخبز لقومه ويطعمهم، فسموه هاشما. وقد قيل فيه: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مستنين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. عندما ضاق الرزق بمكة سافر عمرو إلى الشام صيفا وإلى اليمن شتاء من أجل التجارة، فكان هو أول من علم الناس هاتين الرحلتين التي ذكرهما الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. صدق الله العظيم. وبينما هاشم في طريقه إلى الشام مر بيثرب، فتزوج سلمى بنت عمرو بن النجار وأنجبت له عبد المطلب. عند ولادته كان في رأسه شيبة بيضاء فسموه شيبة الحمد، وتفاءل به أهله أنه سيعيش طويلا، فكان ذلك، حيث أن عبد المطلب مات وقد تجاوز 90 سنة. نشأ شيبة الحمد مع أخواله في يثرب بعد موت أبيه هاشم في غزة، لكن عمه المطلب بن مناف قرر أن يأخذ ابن أخيه للعيش معه برضا والدته، فحمله على بعيره ودخل به مكة. لما رأته قريش ظنوا أن شيبة الحمد هو عبد قد اشتراه المطلب، ولم يعلموا أنه ابن أخيه هاشم، فأخذوا ينادونه عبد المطلب، وبالتالي شاع الاسم وأصبح شيبة الحمد يعرف بعبد المطلب. نشأ عبد المطلب وسط عائلة شريفة، وكان زعيم الناس وأشرفهم. تمنى عبد المطلب لو عرف مكان بئر زمزم لإعادة حفره، لأنه كان قد ردم منذ سنين، ولم يعد يعرف مكانه. وذات يوم رأى في منامه مكان بئر زمزم، فأخبر القوم بذلك لكنه لم يصدقوه، فقام بحفر البئر بنفسه رفقة ابنه الحارث. وأثناء الحفر انفجر الماء من تحت أقدامهما والتف الناس حول البئر، وبدلا من شكر عبد المطلب بدأ القوم يتنازعون على امتلاك بئر زمزم، فشعر عبد المطلب بالظلم والضعف لأن ليس له أبناء كثر لكي ينصروه، فدعا الله أن يرزقه 10 أولاد، وقطع وعدا على نفسه أن يذبح أحدهما تقربا لله. استجاب الله تعالى لعبد المطلب ورزقه 10 أولاد ليكونوا سندا وعونا له، وكان من بينهم أبو طالب، حمزة بن عبد المطلب، عبد العزة بن عبد المطلب الملقب بأبي لهب نظرا للون بشرته المائلة إلى الحمرة، وعبد الله بن عبد المطلب الذي كان أصغرهم سنا وأجملهم. كانت فرحة عبد المطلب لا توصف، فقد فرح فرحا شديدا، لكن سرعان ما تحول فرحه إلى حزن عندما تذكر وعده لله بذبح أحد أولاده قربانا لله، فأجرى قرعة عليهم، وكانت النتيجة باسم عبد الله أحب أولاده إلى قلبه، فأصبح في حيرة من أمره، هل يذبح ابنه أم يعصي ربه؟ فاستشار عبد المطلب قومه
واقترحوا عليه إجراء قرعة بين ابنه عبد الله وبين 10 من الإبل، فظل يقوم بالقرعة وعدد الإبل يتضاعف إلى أن بلغ 100 بعير. عندئذ وقعت القرعة عليها وذبح عبد المطلب 100 ناقة فداء لابنه عبد الله. فرحت مكة كلها بنجاته، وكان عبد الله بن عبد المطلب أكرم شباب قريش أخلاقا وأجملهم مظهرا، فزوجه والده بامرأة صالحة تدعى آمنة بنت وهب، وظل مع هذه السيدة الشريفة 3 أيام، ثم خرج في تجارة إلى الشام وتركها حاملا، ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى مات عبد الله قبل أن يرى ولده. هل تعلمون من هو ولده؟